بسم الله الرحمن الرحيم يعني نكمل مع بعض موضوع الستوريج فيرشواليزيشن كنا تكلمنا في السابق انه الستوريج فيرشواليزيشن بتتم على ثلاث مستويات المستوى الاول من خلال الهايبرفايزر المستوى الثاني من خلال النتورك او نتورك بيست والمستوى الثالث اللي هو ستورج ستورج بيست فيرشواليزيشن طيب الان نتورك لاير او نتورك بيزد فيرتشواليزيشن بتتم الفيرتشواليزيشن التقسيمه هذه الافتراضيه بتتم في اللي هو اكروس ذا نتورك او او في داخل في الشبكه من خلال الشبكه فبقول لك انه نتورك بيزد فيرتشواليزيشن بول ستورج ريسورسز across the network making it seem like one unified storage system users and applications. Uh, بتتم يعني من خلال اللي هو الشبكه. Uh, بحيث انه هاي الـ virtualization network-based virtualization provides ability to pull heterogeneous storage resources. قلنا heterogeneous معناها يعني uh, storage resources من اكثر من من اكثر من vendors، من اكثر من من شركه. مش مش uh, ما لهمش نفس المواصفات perform non -dis disruptive data migration خلال data migration انتقال البيانات من uh, storage resource ل storage resource تاني بتتم بطريقة سهلة بطريقة بدون أي بدون أي uh, دي, بدون أي مقاطعة انقطاع manage a pool of storage resources from single management interface طبعا كلهم بيشتركوا بهذه النقطه انه لما نعمل احنا مانج للستورج فيرتشواليزيشن لازم يكون في اللي هو سنجل انترفيس انك انت بتتيح لك انك تدير بتتيح للادمن طبعا انه يدير موضوع اللي هو الستورج ريسورسز في نوعين من اللي هو نتورك بيست فيرتشواليزيشن او ممكن تتم هذه على على شغلتين or can be configured at two type of files block level و file level، block level او معنى اخر بنقول إنه هو SAN رح نشوف راح نشوف ايش معنى SAN SAN هي storage area يعني network وال file level اللي هو الناس اللي هو يعني كمثال عليها او انه ال 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 الشيء اللي السيستم اللي بيستخدمها بشكل بشكل عام بيستخدمها اللي هو الناس اللي تكلمنا عن اللي تكلمنا عليه Network Associated Storage. اتكلم عن هذول النوعين من اللي هو الـ Virtualization، أول حاجة لما نقول لما نتكلم عن بلوك Block Level the Virtualization Layer controls which physical storage device each block comes from and makes them appear as a single unified storage space to the server this happens at the san level which provides high speed access to the uh, access to these blocks هي الفكره انه فكره احنا uh, الفكره انه موضوع ان مثلا هاي في, في, في الشكل هذا هن الستورج ريسورسز ستورج ارايز يعني موجوده بشكل منفصل ولكن في الشبكه في داخل الشبكه في داخل الشبكه لما اليوزرز يعملوا اكسس او الفيرشوال ماشين يعمل اكسس على هذه الريسورسز بتظهر لهم كانها وحده واحده كانهم ريسورسز واحد وهاي الفيرشواليزيشن بتتم في داخل الشبكه بتتمش يعني بتتم مش على الريسورسز بتتم مش على الاستورج يعني بتتم على الشبكه هاي فكره النتورك بيز فيرشواليزيشن الان في عندنا نوعين البلوك ليفل والفايل ليفل ايش يعني بلوك ليفل وفايل ليفل بلوك ليفل معناته انه المساحه التخزينيه هان احنا بنتكلم عن المساحه التخزينيه المساحه التخزينيه او الريسورسز لما بدها تظهر للمستخدمين تظهر في البلوك ليفل تظهر كانك شاري هارد ديسك عندك هارد ديسك مثلا 2 تيرا مثلا او هارد ديسك 1 تيرا انت تقسمه على كيفك وتعمل على كيفك وتعمل بارتيشنز على, على كيفك وفورمات وداونلود واشياء انت كانه مساحه تخزينيه رو رو يعني كانها خام مساحه تخزينيه خام وانت بتقسمها على كيفك هذا مقصود بالبلوك ليفل تعطيك كانه زي بلوك 1 تيرا 500 جيجا 10 جيجا على حسب انك انت ايش ايش المساحه التخزينيه انت طالبها او حسب هو ايش السيرفيسز اللي عندهم هذا مقصود بالبلوك ليفل هذه البلوك ليفل تستخدم في الغالب تستخدم في الغالب في الثاني اللي هو ستوريز ايه ستورج اريا نتورك راح نتكلم عن ايش هي الستوريج اريا نتورك طبعا راح نفصل او نفرق ما بين الستوريج اريا نتورك والناس الناس اللي احنا قلنا عنها ايش الستوريج اريا نتورك الناس نتورك اس نتورك اتاش ستورج تمام هذا مقصود في البلوك ليفل سوري هذا مقصود في البلوك ليفل بقول لك ايش بقول لك this happens سوري the virtualization layer controls which physical resource device each block comes from ال virtualization layer اللي هي هذه ال virtualization layer هذه اللاير هادي هي الـ لاير. Layer لاير هي اللي بتقرر كل بلوك احنا قلنا بتعرض الـ لليوزر أو بتعمل Virtualize للـ Storage كبلوك بدك بلوك مثلا كأنك زي كأنه تخيل أنت البلوك عبارة عن زي هارد ديسك رو رو هارد ديسك فيش في أي فورمات فيش في أي بارتيشنز ولا أي حاجة أنت تقسمها لحالك عشان يسموها بلوك هو بقرر ومن وين البلوك جاي هل جاي من هذا الستورج اري ولا هذا الستورج اري ولا هذا الستورج اري ويتش وان طبعا اليوزر unaware اوير اوف process بروسيس ما عندهش علم بهذا المعلومه عنده علم انه, أنه انا بدي اخذ بلوك بلوك ستوريج مثلا 10 تيرا مثلا باخذها وباستخدمها بقسمها وبعملها على كيفي <applause> طيب like this happens at the sand level which provides high speed access to these blocks. هذا بصير طبعا على sand level. هذا sand level هو اللي بحدد which provides uh, sand level which provides high speed access to these block to these block. تمام هاي هي هذه اللي هي sand level. يعني هنا هو اللي بقرر وين أنت بدك تعمل access على أي على أي بلوك من هدول. وغير استرجاع الرزم من هدول. example أكتر حاجة تستخدم فيه اللي هو السان. Uh, in a SAN environment, database server access storage as if it were a local hard drive. طبعاً هذا ما موجودة في الblock level وموجودة في الfile موجودة في الfile level. the SAN hides the complexity of managing uh, a different uh, managing different storage device and just provide blocks. of data needed for fast performance. يعني بيخفي الكومبلكسيتي اوف مانجينج ديفرنت ستورج بين بقول لليوزر اكثر من مانجينج للستورج اكثر من اكثر من ستورج يعني هاي السان اليوزر هان كل شغله هان السان هذا بكون مجمعهم كلهم مجمعين كلهم نفس الشبكه زي كانه شبكه شبكه سب... شبكه ستورج شبكه ستورج تمام مستخدمه هذا اكثر في ملفات اللي بنستخدمها في الداتا بيز تمام او ملفات بنستخدمها في الفيرشوال virtual... ملفات بنستخدمها او سوري الداتا اللي بنستخدمها في الفيرشوال ماشين يعني بنستخدمها كهارد ديسك احنا قلنا انه بيعمل لك زي زي رو داتا او رو ستورج سبيس مش مقسمه ولا معمولها شيء فانت بتقسمها على كده Provides flexibility, high هاي and اند for application requiring access to storage يعني بتعمل لك providing flexibility مرونة وhigh performance طبعا السان برضو زي ما رح نشوف الفرق ما بين السان والناس هذا النوع البلوك ليفل والfile ليفل انه هذا بتميز بالهاي performance يعني الداتا اللي بدها بسموها critical 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 data يعني هو time مهم بالنسبه لها تايم كريتيكال داتا مهم بالنسبه لها التايم ف او تستخدم في الغالب هاي السان كمان طريقه اللي هو وصل الشبكه او السان هذه طريقه توصيل السيرج اوف اريز بهاي الشبكه بالسان بيستخدم اللي هو الفايبر تشانل اللي هي اسرع من اسرع من الايثرنت تشانل العاديه اللي بتستخدم في الستاندرد انترنت طيب اللي بدنا نعرفه هان انه السان اللي هي بتقدم اللي هو البلوك ليفل ستورج اريا بلوك ليفل ستورج اريا وهذه بتتميز بالهاي بيرفورمانس و it is ideal for applications requiring direct access to storage زي database او virtual machine بعطيك المساحه التخزينيه كبلوك تمام على uh, اختلاف الفايل ليفل الفايل ليفل او بيستخدمه هو الناس uh, The virtualization, the virtualization layer sits between the users and the actual storage devices, presenting a unified file system. كأنه بعمل لك file system واحد. Users see a single file structure, but behind the scenes, the data could be separate, spread across multiple storage devices. نفس الفكره انه في هاي الـ في هاي في هاي ببين لك انه هم كانهم كلهم كتله واحده كانهم فايل سيستم واحد ولكن هم مختلفين او موزعين على اكثر من storage اري مثال على الفايل سيستم مثال على الفايل سيستم آه، اللي هي الناس A device might pull storage from various hard drives and present it as a single shared folder to users on the طبعا الفرق بين البلوك ليفل والفايل ليفل، احنا البلوك بيعطيك مساحه تخزينيه رو، رو يعني مثلا كانه ماده خام يعني كانه بديك هاي المساحه التخزينيه الهارد ديسك وانت تعمل فيه اللي بدك اياه. بينما الفايل سيستم انت بيعطيك فولدرز، كانه هاي فولدرز وهي فايلز وانت بتعمل شيرنج لهذه الفولدرز وهذه الفايلز. هو بيعمل مانج الناس سيستم هو اللي بيعمل مانج واداره للفايلز والفولدر هذه بينما في البلوك ليفل انت اللي بتعمل اداره هو بديك مساحه تخزينيه فاضيه وانت تحط فيها اللي بدك اياه طيب <applause> users can access and manage files as if they were on a local drive without worrying about where the data is actually Actually storage هذا برضو إشي مشترك ما بين الناس وال وال والسان ما بين الفايل ليفل والبلوك ليفل تمام هذه benefits simplifies data access and sharing making it easy to manage storage resources هي أكثر إشي تستخدم في sharing data access and sharing أه, storage resources for file sharing backups or مالتي ميديا ستورج بدنا نعمل ملتي ميديا ستورج ممكن نستخدم هذه الفايل ليفل الفايل ليفل سيستم اللي هي او او الناس فخلينا خلينا نشوف ايش الفرق ما بين سان فيرسز ناس اول حاجه السان احنا قلنا ستورج اريا نتورك ايش الغرض منها؟ provides block level storage which is like a local hard drive by servers ديسك باي سباي سيرفرز ليك انا بعطيك هارد درايف هارد ديسك وانت بتعمل فيه جاس مكتمل بارتيشنز اللي بدك اياه بينما الناس نتورك اتاش ستوريج بروفايدز فايل ليفل ستوريج اكسسبل اوفر ا ستاندرد نتورك عباره عن فايل ليفل ستوريج اكسسبل مش بلوك ليفل يعني كانه بقول لك انه في عندك انت لما تدخل على السيستم تبع الناس تدخل على السيستم على الشبكه هذه تدخل على السيستم بيظهر بي لك فولدرز وفايلز وانت ممكن تستخدم هاي الفولدرز و هاي الفايلز ممكن انت تضيف فايلز وتحذف فايلز حسب انت احتياجك يعني هذه كانه زي حاجه جاهزه وانت بتصير تحط فايلز وتنزل فايلز منها ولكن السان انت بتعمل بارتيشنز زي ما بدك بلوك ليفل ستورج كونكشن زي ما قلنا السان يستخدم High Speed Connection لايك like فايبر Channel Fiber Channel معروفة انه معروفة بسرعتها العالية في توصيل البيانات وتوصيل الترافيك يوزيستان... بينما الناس تستخدم الستاندرد نتورك بروتوكولز زي الـ NFS بروتوكول أو الـ HTTP بروتوكول تستخدم الشبكة العادية الـ Standard Network Protocol لذلك بتكون هي أبطأ من الـ SAN الـ Performance offers high performance, low latency, and it is ideal for applications requiring fast, dedicated storage هذه كويسة للأبليكيشنز اللي بدها requiring fast and dedicated storage بدنا إحنا بس مساحة تخزينية وسرعة عالية للوصول لهاي المساحة التخزينية نستخدم اللي هو storage area network زي مين مثلا يعني هو في الداتا سنترز لما نتكلم عن الداتا سنترز بشكل عام الداتا سنترز تستخدم دايما اللي هو السان تستخدم السان high performance storage for mission critical applications كمثال يوز كيس example الداتا سنتر اللي اللي عندها تطبيقات مثلا الفاينانشال فاينانشال applications تطبيقات الماليه اللي بدها سرعه عاليه في كمان مثلا online banking تعمل ترانزاكشن تحول مصاري تستقبل مصاري تحول من تعمل اي ترانزاكشن من خلال على حسابك المصرفي فبده سرعه فائقه بتكون ريال تايم في الريال تايم لانه لازم يكون العمل لازم يكون الاكشن عمل في في نفس اللحظه فبالتالي بدنا حاجه اللي هو بدنا الاستورج بدنا سرعه فائقه سرعه عاليه هي مثلا هذا كمثال على المشين كريتيكال ابلكيشنز او مثلا لما نتكلم لك عن الستوك ماركت الستوك ماركت بتعرف سعر الصرف سعر الصرف بتعرف اسعار الاسهم والتجاره تجاره الاسهم بدك برضه لما بدك تعمل انت الترانزاكشن تعمل الشغله بدك يكون الريسبونس يكون في خلال ثواني لانه بتغير اسعار الاسهم على طول بسرعه فبدك انت في الاشياء او الاكشن يكون

need share files access for employees document storage or media files بدناش احنا يعني بدهاش اللي هو الابلكيشنز اللي بدها real-time application لا تستخدم في العاده اللي هي network attached storage تمام طيب الستورج storage طب خلصنا احنا طبعا النتورك بيست virtualization الان نيجي على اخر لاير الستورج لاير او ستورج بيست الـ virtualization فيها ب بيتم تطبيقه مباشره على الستورج ديفايس ذم سيلفز يعني اذا لاحظتوا هانا لما نطلع احنا هان هانا عباره عن ستورج سبيس منفصله ما فيش فيرتشواليزيشن هان الفيرشواليزيشن بيكون في خلال الشبكه الفيرشواليزيشن بيكون خلال الشبكه ولكن لما نتكلم عن الـ storage based virtualization، أنا بقول لك the virtualization is applied directly on to the storage device themselves على الـ storage device. رح نشوف كيف بتم تطبيقه. طبعاً في نوعين the storage layer في نوعين. في حاجة بسموها الـ virtual provisioning، وفي حاجة بسموها automated storage tiering. رح نتكلم عن النوعين الآن في السلايدز القادمة طيب uh, virtual provisioning أو بسموها fn provisioning عبارة عن احنا قلنا كمان مرة اللي هو الاستورج storage based virtualization virtualization على مستوى الاستورج نفسها طيب الـ Virtual Provisioning أو Thin Provisioning is a storage management technique that allows to allocate storage space to applications or users on as on an as needed basis بناءً على الحاجة بناءً على الطلب on demand يعني بدل بدل ما إحنا in advance أو up front بنعطي بنعطي storage space up front أو in advance يعني مقدماً نعطي ستORAGE SPACE كبيرة. بنعطي STORAGE SPACE على حسب الحاجة. على حسب الحاجة. With thin provisioning, storage device only use physical space when need is actually when data is actually written. يعني إحنا لما the data storage devices only use physical space when data is actually written. لما الداتا تنكتب على او بنعمل رايت مش ريد نعمل رايت للداتا فاحنا بنستخدم ال نستخدم اللي هو الفيزيكال فيزيكال ستورج يعني مثلا الحين في Thin بروفيشنينج يعني مثلا افترض انه عندنا ابلكيشن او مثلا هذا الفيرشوال ماشين مثلا آآ آآ بحتاج آآ بحتاج مثلا 2 جيجا او 3 تيرا زي ما هو مكتوب 3 تيرا تمام فانت بتعطي له تعطي له انت مثلا او لا سوري محتاج 10 تيرا مثلا او هو بقول ان انا بدي 10 تيرا تعطي له فيرشوالي فيرشوالي او انت لما بدك تعطي له سبيس لهذا تعطي انت كل انك انت معك 10 تيرا يعني يعني كانك ب كانك تضحك عليه بريتندينج انك يعني انت بتمثل انه هو معاك 10 تيرا ولكن فعليا تحجز له شيء فعلي تحجز له شيء فعلي على قد الاشياء اللي هو بيستخدمها يعني مثلا هو طلب 10 تيرا قلت له خلص ماشي انت معك 10 تيرا ولكن هذا ال10 تيرا بتضلها زي فيرتشوال الان هو كتب 3 تيرا كتب 3 تيرا او عمل رايت ل 3 تيرا او بس استخدم 3 تيرا انت بس بتحجز له بشكل فعلي 3 تيرا مع انه هو مفكر انه معاه 10 تيرا فهيك يعني معناته انه فين البروفجينج انت بتقول له انت معك 10 تيرا لا معك انت 10 تيرا ولكن فعليا تاخدش من البول هذا 10 تيرا بتاخد من البول على قد ما هو على قد ما هو بده يخزن على قد ما هو خزن هو مثلا خزن 3 تيرا خلص تاخد من هذا البول 3 تيرا بقولوا انت لسه معاك باقي ال 10 تيرا ولكن فعليا تاخدش من البول انت ال 10 تيرا كلهم هذول تاخد بس 3 تيرا ولكن الابلكيشنز او الفيشرال ماشين نفسه مفكر انه معاه 10 تيرا هذا ايش ايش الفائده؟ انك انت مش بتحجز مش بتحجز ان ادفانس بتحجز مساحه تخزينيه 10 تيرا ومع انه بس هو بده يستخدم بس مثلا 3 تيرا اذا انت بدكش تعمل thin بروفيجنينج مثلا في سيناريو زي هذا بدكش تعمل thin بروفيجنينج معناته انه انت استهلاك 10 حجزت لهذا الفيرشوال ماشين حجزت له 10 تيرا بس هو استخدم منهم 3 تيرا بس يعني 7 تيرا راحت الفكره انه انت بتهيئ له كانك بتقول له انه انت معك 10 تيرا للابلكيشن او لل او للفيرتوال ماشين انت معك 10 تيرا ولكن فعليا انت لما تعمل اساين للفيرشوال ستورج هنا بتعمله بس على قد ما هو استخدم تاخدش من من البول هذا بتاخدش تاخدش ال 10 تيرا كاملين لانه هو ما استخدمش غير 3 تيرا زي كانك مثلا بتعطي واحد طالب دفتر ابو 100 ورقه وبكتبش منه غير بس بيستخدم غير منه ورقتين طب هو اوريدي خلص حجز هذا الدفتر حجز ال 98 ورقه يعني ما حدش حيستخدمهم لانه هو ما مش كمان ما حنحجزه باسمه فهذا زي هيك هو مثلا 10 تيرا بقول لك انا ممكن احتاج 10 تيرا ممكن احتاج 10 تيرا فانت بتعطيهوش على طول ان ادفانس انه والله خد هاي 10 تيرا لا تعطي له ما هو استخدم بقول حتقول له ماشي انت لك 10 تيرا ولكن فعليا فعليا انت بتحجز له او بتاخذ من البول هذا بس 3 تيرا على حسب ما هو استخدم او حسب ما هو احتاج هذا بسميها بسموها thin provisioning The storage system presents a large virtual storage capacity to the user but only allocates real physical storage when data is saved لما هو فعلا بيستخدم الداتا وبيخزنها لما هو بيستخدم بيخزن الداتا فعلا ان هو يعني بس ساعتها انت بتعطيله حسب ما هو خزن طيب هذا مثال suppose a company has 10 tera storage pool but their applications only need 2 tera of actual storage at the moment. في هذه اللحظة أنت ماشي أنت معك 10 تيرا بس أنت في هذه اللحظة في هذا الوقت في هذه اللحظة أنت بدك تستخدم 2 تيرا instead of reserving 10 تيرا up front which might stay largely unused for long time اللي ممكن أنت خلال فترة طويلة تظلها مش مستخدمة. لان هو في هذه اللحظة حاليا بدهش ال 10 تيرا كلهم، وبده 2 تيرا. 10 provisioning إيش بتسوي allows them to allocate 10 tera virtually but only use 2 terabyte of physical storage that the applications are actively consuming تمام if more space is needed later the storage system will automatically allocate additional physical storage from the pool up to the virtual limit اللي هي 10TB أعتقد إنه المثال واضح. طبعاً الـ benefits معروف efficient use of resources and cost effective. تمام؟ النوع الثاني أو الـ آه النوع الثاني اللي هو storage tiering. storage tiering معناته إنه أنا بقسم الـ storage لـ levels. بقسم الـ storage لـ levels. tiers or levels or Layer. ليش انا بقسم ليش مرات انا بحتاج اني اقسم الاستورجز او المساحات التخزين اللي عندي لمستويات لانه احنا التطبيقات اللي بنستخدمها يعني تتفاوت من حيث اهميه الداتا الموجوده سرعتها سرعه الاستجابه من حيث حجم الداتا الموجوده فاحنا الاورجانيزيشنز require ا سوليوشن ذات ستورينج ذا داتا at the right cost with the right access الداتا الصحيحة في... آه, الداتا الصحيحة في... آه, أو 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 في cost صحيح يعني التكلفة تكون صحيحة with the right access، with the right access في في زمن الوصول الصحيح. هذا على فكرة يعني Storage مطبق أصلاً في الـ Operating System أو في الكمبيوتر العادي إحنا عارفين في الكمبيوتر العادي لما نتكلم عن إحنا الـ Levels تبعت الـ Storage، Levels تبعت الـ بنقول بنقول إحنا عارفين إنه في عنا Levels من الـ موجودة، في عنا اللي هو الـ Register، في عنا بعدين الكاش في بعدين الرام في بعدين الهارد ديسك صح في عندنا الريجستر الريجستر اللي موجود في السي بي اللي هو طبعا بيكون اكثر سرعه اذا بنكتب نكتب مثلا احنا هاي عندنا ريجستر ريجستر بعدين الكاش بعدين الرام بعدين الهارد ديسك تمام الريجستر الريجستر اللي هو أسرع شيء بكون بيكون موجود الريجستر بكون موجود في السي بي يو نفسه مساحته تخزينية قليلة ولكن سريع جدا لأنه محتاج السي بي بيستخدمه عشان يخزن فيه أو العمليات اللي بيعملها الآن ومحتاجة سرعة فهي بيكون سريع يعني إذا أنت بتيجي من أعلى لأسفل هيك اللي هو السبيد أنا مثلا السبيد سوري لا مش السبيد الـ uh, Storage اريا اللي هو الكاباسيتي كاباسيتي الكاباسيتي بتزيد والسرعه من تحت لفوق بتقل سوري بتزيد سوري السرعه من تحت لفوق بتزيد يعني مثلا هذه السبيد قلنا هذه السبيد السبيد الريجستر اسرع شيء بيجي بعديه الكاش ميموري بيجي بعديه الر... الرام بيجي بعديه الهارد ديسك الهارد ديسك ابطا شيء تمام ولكن من ناحيه الكاباسيتي من ناحيه الكاباسيتي الريجستر سعته التخزينيه قليله جدا الكاش اكثر شويه الرام اكثر شويه الهارد ديسك اكثر طيب هذا الليفلز او هذه اللي سموها ممكن نسميها التيرز او الليفلز حسب حسب الحاجه من البيانات مثلا احنا بنقول الريجستر بنستخدمه بنستخدم الريجستر للبيانات اللي احنا currently currently is being executed اللي الان احنا قاعدين نعملها الداتا الان نعملها الكاش اللي هي recent data الداتا اللي احنا استخدمناها منذ وقت قريب وممكن نحتاجها بعدين في المستقبل والرام مثلا نستخدمها في الداتا اللي احنا بدنا ناخدها من الهارد ديسك لانه البروسيسور اصلا بياخدش ما بيعملش أكسس على الهارد ديسك على طول بياخد الداتا من الهارد ديسك او بتتحمل في الرام بصير يعمل أكسس على الرام فكل داتا يعني the right data at the right cost with the right access طيب هذا التيرينج التيرينج هو الليفلز تمام هذا برضه موجود في الداتا سنترز موجود في بيئه الـ virtualization او بيئه اللي هو الـ سيستم system تمام، إيش الفكرة؟ الفكرة إنه storage tiering is an approach to establish hierarchy of storage type زي هيك هذا نعتبر hierarchy، مثلاً عندنا الـ بعدين بيجي الكاش بعدين بيجي الرام الـ بعدين بيجي الـ ديسك disk hierarchy تمام؟ بشكل هرمي. It helps identify active or inactive data. ال data active or inactive to relocate them to an appropriate storage type. بنشوف احنا الداتا اللي احنا محتاجينها واللي احنا بنعملها access الان active data او زي ما راح نشوف بنسميها hot data مثلا او critical data. بنشوفها اذا احنا بطلت بطلت تكون critical ممكن نوديها في في ستورج ليفل او ستورج تير تكون احنا اقل تكلفه علينا لانه الستورج برضه التكنولوجيا المستخدمه في كل ستورج ممكن مختلفه عن عن اي عن يعني كل تكنولوجيا او كل ستورج تختلف عن الثانيه طبعا بتكون اسرع او بتكون اقل تكلفه مثلا في ستورج اقل تكلفه في كل ستورج اعلى تكلفه ممكن ستورج اسرع ستورج ابطا زي زي الريجستر مثلا ريجستر التكنولوجي المستخدمة في الريجستر غير عن التكنولوجي المستخدمة في الهارد ديسك هاي تكنولوجي سريعة ذات مواصفات عالية وطبعا الكوست برضو تبعها عالي فاحنا محتاجين انه نعمل ريلوكيت نعمل ريلوكيت للداتا اللي ممكن تكون في الفترة الحالية انها هوت داتا في الفترة الحالية بوبيلار داتا ولكن بعد فترة ممكن تبطل popular data لأنه إحنا مش محتاجينها الآن فممكن نعملها أو ننقلها في مكان تاني Each tier has different levels of protection, performance, data access frequency and other considerations كل تير يختلف حسب اللي هو level of protection إذا كان critical data ممكن نعملها في نوع من storage اللي يكون secured عالي سكيورتي عالي البرفورمانس مثلا يكون عالي اسرع داتا اكسس فريكوانسي قديش احنا بنستخدم يعني مثلا احنا في تيرز بنستخدمها منحو... هذه التيرز او بنستخدم نوع من انواع الاستورج اللي... اللي... هذا الداتا اللي احنا فريكوينتلي اكسس دائما بنستخدمها دائما نحتاجها فبالتالي محتاجه على التريفيال تايم تبعها يكون يكون قليل سريعه ريتريفيال تايم إيه وقت استرجاعها يكون سريع فبالتالي بنحطها في نوع من انواع الاستورج ستورج تكون بتادي هذا الغرض في نوع من انواع الداتا مثلا مش محتاجينه احنا يعني كل مثلا 30 يوم مثلا او كل 15 يوم لما نعمل اكسس على هذه الداتا او مثلا كل 90 يوم لما نعمل اكسس على هذه الداتا فبنحطها في مكان ممكن يكون مثلا اركايف تير التير اللي مش دائما بنستخدمها ولكن المفروض يكون افيلابل لما بدنا اياها تمام راح نشوف احنا انواع اللي هو الداتا الموجوده او انواع التيرز الموجوده ولكن خلينا نكمل هذه انه يقول لك اه استورج تيرينج امبلمنتيشن التير هذه انه نعمل ريلوكيت للداتا من فروم وان تير تو اذر تير ننقل البيانات من تير لتير من ليفل لليفل انتم اعتبروا انه التير معناها زي ليفل من ليفل لليفل تاني او لاير للير تاني نقلها ممكن يتم manual وهذه اللي هي not recommended at all ممكن يتم automated storage tiering. ممكن يكون automated من خلال بوليسيز انت تشوف تراقب الفايلز تراقب الداتا الموجودة عندك اي داتا مثلا تم استخدامها more than 30 days نقولها على تير معين نقولها على storage معين حسب البوليسي الموجودة في المستخدمة في اللي هو الكمباني احنا راح نتكلم عن automated storage tiering لان احنا مش معنيين بالماني storage tiering طيب يعني هاي كمثال انه او كيف بوضح لك هاي الشكل كيف اللي هو tiering مثلا أن التير الاول التير الاول مهم بنخزن فيه او بيكون فيه الداتا اللي هي mission critical زي ايش زي transaction records in an online banking system the transaction اللي في online system online banking system اللي بدها real time response يعني هذه تكون اللي هو time تايم um, كريتيكال um, time critical data اللي هي معتمدة على الوقت بدنا إياها تكون في الريسبونس تبعها عالي جدا فبنحطها في مثلا هذا التير بينما تير اثنين يستخدم مثلا للهوت على في هذه في هذه الاستراكشر او في هذه الهيراركي بقولها كثير اثنين تستخدم في الهوت داتا هوت داتا اللي هي داتا ان كونستانت اند ان كونستانت يوز اند هاي ديمان. يعني بيتم طلبها بشكل ثابت وعليها طلب كثير ولكن مش تايم كريتيكال مثلا مش بتعتمدش بدهاش ريال تايم ريال تايم في نفس اللحظة ونفس الثانية إنه يكون يكون الريسبونس زي الكاستمر اوردرز ان اني كوميرس بلاتفورم من احنا انا مش هتفرق معي ان انا اذا عملت اوردر لما عملت كليك وبدي اعمل اوردر مش هتفرق معي انه ثانية بعد او ثانية قبل او ثانيتين بعد او ثانيتين قبل طبعا مش انه معناته انه خلص انه ينسى الموضوع لا ولكن في أبليكيشنز لازم يكون في الريال تايم الريسبونس يكون ان تايم زي موضوع اللي هو الاونلاين بانكينج سيستم او مثلا موضوع الهيلث كير سيستم انك تعمل بيانات وتلف الفحوصات والشغلات هذه يكون واثناء اجراء العمليات مثلا او تكون بدك بيانات معينه انه تكون الريال تايم سيستم الهاي هذه اللي هو الهوت زي ما حكينا مثال عليها الكاستمر اوردر ان أي كوميرس بلاتفورم مهمه ولكن مش ريال تايم والوقت عامل الوقت مش مهم زي المشين كريتيكال ولكن اليوزر اكسبيرينس برضه مهمه اذا تاخر الموضوع بشكل بشكل يعني ملحوظ مثلا تير 3 بنحط فيها مثلا الورم داتا ورم داتا data used less frequently but still must remain readily accessible. يعني أقل أقل less frequently than hot data ولكن لازم تكون available عند الحاجة. زي مثلا المثال <applause> last year's sale data for quarterly analysis. يعني إحنا بدنا الداتا تبعت last year، تبعت السنة اللي فاتت عشان نحللها عشان نحللها في الربع الاول من السنه مثلا او في الربع ربع ربع اذا بدنا نعمل تقرير ربع سنوي كوارترلي اناليسيز اللي هو ربع سنه الربع يعني ربع السنة في الربع الاول من السنه او الربع الاخير من السنه فبدنا نحلل البيانات فالمفروض تكون في تير انه احنا ممكن نحتاجها ولكن ليس فريكوينتي ذان الهوت داتا الكول داتا هذه الداتا اللي احنا نستخدمها في الاركايف عادةً. سموها so cold data. Data that must be retained but may never be accessed again. إحنا حنحتاجها ولكن مش ممكن ما نستخدمهاش مرة ثانية ولكن ممكن نحتاجها. زي archived emails الأشياء المؤرشفة اللي بدنا إحنا نعملها or regulatory compliance records from five years ago. بدنا مثلاً إحنا نعمل نحلل الايميلز اللي اجونا من خمس سنوات فاتوا هذه مش مش مهمة كثير ولكن نحتاجها للتحليل عشان مثلا نحسن من اداء الشركة او نشوف ايش الكاستمرز بيهيفير تبع الشركة تبع الكاستمر بيهيفير كيف سلوكهم ايش المنتجات اللي احنا بعناها اكثر ايش الشغلات اللي احنا مثلا ممكن نركز عليها بزيادة هذه تعتبر في او نستخدموها في الاركايف داتا هذا مثلاً مثال عن اللي هو Storage Tiering في الـ AWS في الأمازون ويب سيرفيس بيستخدم تير Storage Tiering مثلاً عنده Frequent أكسس موجودة في التير هذه Objects are automatically stored in Frequent Access tier الـ Objects في العادة لما انت بدك تخزن أوبجكت في الاول بتكون بتكون مخزنه في هذا التير بعدين بتنتقل اوتوماتيكلي طبعا ممكن انت تعمل كونفيجريشن لحالك تنتقل اوتوماتيكلي على infrequent access تير objects not accessed for 30 days يعني هذه انت بوليسي ممكن انت تعملها انه بعد 30 يوم ان الداتا اللي موجوده عندك في الفريكوينت access تير هذه اذا بعد خلال 30 يوم ما نعملها اكسس نقولها اوتوماتيكلي عن على الانفريكوانت اكسس تير طبعا كله كل تير هذه بسعره انت بتخزن بيانات بدك تدفع اجار ما انت بتخزن بيانات في الاي دبليو اس مثلا امازون ويب سيرفيس عشان هيك انت بهمك انه انت ما تخزنش بيانات كثير لانه قد ما تخزن بيانات في هذا في هذا التير بتدفع بتدفع عليها تمام طيب مثلا التير الثاني اللي هو اركايف instant access tier objects not accessed for 90 دايز الاوبجكت اللي انت او الفايلز اللي انت ما استخدمتهاش خلال 90 يوم بتحطها مثلا في هذا التير مثلا في الديب اركايف access tier objects not accessed for 180 دايز في 180 خلال 180 يوم ما تم ما تم عمل اكسس عليها تمام حتى حطيت لك صوره ثلج كولد وهي حطيت لك صوره اثنين ثلج يعني كولد أكتر يعني طيب الان التيرنج او اوتوميتد تيرنج هذا الستورج تيرنج اللي احنا قلنا عنها إيه اللي هي داتا موفمنتس بتوين تيرز كان هابن احنا قلنا اللي هو تقسم الستورج لمراحل او تيرز وتعمل نقل للداتا من 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 تيرز لتيرز حسب البوليسيز بتاعتك او حسب انت ايش اه حسب البوليسيز اللي انت البوليسيز اللي انت عملتها الان الداتا موفمنتس هذه نقل البيانات من مكان لمكان في هذه اوتوميتد ستورج تيرنج كان هابن ممكن يحدث within storage arrays بيسموها انترا اري او بتوين ستوريج اريز يعني ب... احنا عندنا ستوريج اري عندنا مكان واحد هذا مكان واحد وفي هارد ديسكات وفي ستوريج اريز هذه يعني داخل الستوريج اريز بنتقل الداتا تنتقل من هذا الهارد ديسك لهذا الهارد ديسك من هذا الهارد ديسك لهذا الهارد ديسك من هذا لهذا ينتقل داخل ستورج اريز بيسموها انترا اري او بتوين ستورج اريز اللي هي انتر اري بتوين ستورج اريز يعني احنا هانا ننتقل من هان لهان او لهان هذا فايبر شانل طبعا من هان لهان هل يسموها انترا اري طبعا الفاستر Faster Applications Performance، الـ Applications Performance اللي إحنا بدنا إياها تكون عالية، أو الـ Applications اللي بتستخدم وقت بتستخدم تستخدم Frequently، ممكن تنحط في هذا الهارد Hard Disk. واللي بتستخدم Unfrequently أو Less Frequently، بتنحط في هذا الديسك Disk. ملاحظين أن الاس اس SSD، لأنه Performance أسرع وأعلى، فإحنا محتاجين نحط فيه الـ Critical Data، الداتا المهمة. الساتا البرفورمانس اقل فمحتاجين نحط فيه الداتا اللي مش مهمه الاقل اقل اهميه طيب هذه اللي هي الانترا اري طيب الانتر اري انتر اري احنا قلنا بتوين الاريز بتوين الستورج اريز مش داخل بتوين storage اريز هاي بيستخدم في برضو الكلاود أبليكيشنز يعني مثلا انه احنا في عنا في العاده هي بتكون مثلا لل-Database مثلا كمثال عليها انه مثلا بتكون عنا احنا داتا هنا الداتا او ال-Database هذه احنا مقسمينها لتو تيرز التير الاول مسمينه برايمري ستورج في عنا داتابيس database هذا مخزنه هان وهذه هي البرايمري هذه هي الاساسيه الناس اليوزرز اذا واحد بده يعمل مثلا واحد بده يعمل مثلا ريد او رايت ريد او رايت ممكن ممكن يعمل ريد او رايت على البرايمري على البرايمري داتا بيز هذه البرايمري ستورج تمام وفي عندنا نفس الستورج هذه في بيكون بينهم سينكرونايزيشن او ريبليكيشن ما بين هذا التير او هذا الداتا وهذا الداتابيز في بينهم ريبليكيشن ايش عن ريبليكيشن؟ يعني احنا مثلا عندنا داتابيز هذه اللي وهذي وهذه السكندري مفروض احنا قلنا في, في الفيلير ريكفري اذا انتم متذكرين احنا قلنا ممكن يكون في عندنا اثنين برايمري وسكندري اذا اللي صار فيها فيل السكندري على طول لحالها بتعمل اكتيفيت وبتصير هي تلبي طلبات اليوزرز فعشان احنا نقدر نحافظ على الكونسستنسي تبعت الداتا ونحافظ على الديبندنسي uh, زي ما تذكرين هو صفة الديبندنسي ان يكون احنا كوريكت داتا كوريكت لازم يكون في بينهم ريبليكيشن ريبليكيشن يعني اي داتا تم نسخها هان لازم تنتسخ هان اي داتا نقراها او نكتبها سوري نكتبها هان ونعمل عليها ابديت لازم تتغير الداتابيز هذه نعملها ابديت على طول فالفكرة انه احنا مقسمين الداتا او الداتا بيز لاثنين برايمري وسكندري احنا ممكن احنا ليش نكون مقسمين الداتا بيز لاثنين يعني مثلا في سيناريو عندنا انه مثلا هذه اللي برايمري احنا عاملينها للبرودكشن وورك ايش work؟ يعني برودكشن وورك؟ يعني الورك اللي احنا بنستخدمه حاليا تخزين بيانات استرجاع بيانات اللي هو الديلي وورك تمام ولكن السكندري ستوريج هذه ممكن احنا نستخدمها اذا بدنا مثلا نعمل ريبورتنج ورك مثلا بدنا نعمل احنا ريبورت بدنا ناخذ بيانات ونحلل بيانات اليوزرز اللي موجودين عندنا بدل ما انا ا... بدل ما انا احمل على هذا الداتابيز خلينا نشوف هذا عشان وخلينا نكمل مثال بعدين اوريكم مثال ثاني عشان نكمل الفكره بدل ما احمل على هذا الداتابيز يكون عنده الكستمرز العاديين اللي بيعملوا اكسس واسترجاع البيانات وانه واضافه بيانات ويعمل انكويري وكمان برضه احملها طاقه ثانيه اللي هو حاجه لها علاقه ب اللي هو ريبورت بدي اعمل انا ريبورت اشوف ايش بيانات اليوزرز او ايش بيدعمل ريبورت اناليسز لا مثلا كستمرز الشهر اللي فات ايش عملوا ايش سووا فانا لانه هذا الريبورت بس بدي اخذ بيانات انا بديش بديش اكتب بيانات فما فيش داعي برضه انه احمل على البرايمري ستورج برضه شغلات ثانيه فانا ممكن اعمل هذه الشغله اللي بدها ريد اونلي بدها ريد اونلي اعملها على السكندري ستورج بدل ما اعملها على البرايمري ستورج فهذا كاني بقسم الداتا بيس سيستم هذه لتو تير عشان اخفف الحمل واسرع في عمليه الريسبونس واسرع الثروبوت، الثروبوت يكون عالي لانه اذا انا حملت كل شيء على البرايمري تير هذه معناته هتكون بطيئه فهذه ممكن طالما هذه فيها الداتا نفسها الموجوده على الداتابيز هذه اللي هي موجوده على تير 2، تير 2 في لها شغل ثاني خاص فيها مثلا ريبورتنج اناليسيز، الاشياء اللي بدها مثلا ريد اونلي بس ريد اونلي خلينا ناخذها منها مش لازم أن انا اعمل اخذها من البرايمري ستورج هذا اخذها من السكندري ستورج اللي موجودة على تير تاني تمام هاي الفكره من اللي هو الستورج الانتر اري ستورج Tiering طبعا اليوزر هنا مثلا خلينا نشوف المثال هذا هنا يعني بقول لك هنا لو تطلع هذا انه شويه مثلا هاي البرايمري داتا هذه البرايمري داتا بيز الكلاينتس نعملوا ريد ورايت اكسس عليها عادي اللي هو البرودكشن ابلكيشن البرودكشن ابلكيشن اللي هو الديلي ابلكيشن ابلكيشنز اللي انا بستخدمها حاليا في 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 اعمال الاعمال اليوميه تبعت الشركه او تبعت تبعت الكاستمرز واليوزرز الاعمال اليوميه اللي انا بحتاجها فهذه بدهم يعملوا رايت وريد اكسس عليها هي موجودة في Availability Zone A تمام ممكن أنا أعمل Stand-by Replica Stand-by Replica اللي هي في Availability Zone تانية في منطقة جغرافية تانية بكون بينهم هذولا Always on Synchronized Replication إيش يعني Synchronized Replication Synchronized Replication يعني أي حاجة أي update تصير في هذه الـ Primary Database على طول في Real Time انت تعمل ابديت لهذه هذه بسموها سينكرونايز سينكرونايز او سينكرونوس بينما انت اذا لاحظت هان مثلا اذا شفتها مثلا هذه السينكرونايز السينكرونايز ريبليكيشن السينكرونايز ريبليكيشن يعني بيعمل ريبليكيشن لكن مش في نفس اللحظه طبعا مش مش برضه وقت كبير ولكن مش محتاجينها الان الابديت تكون موجوده ممكن ثواني ثواني بلس عادي فهذه بتكون مثلا read access only بيكون read access only اذا يوزر مثلا بده يعمل read access مثلا هذا عشان يعمل report هذا مثلا بده يعمل report مثلا report application بدي اعمل analysis لأ users او شوف اليوزرز الشهر اللي فات ايش الـ الـ ايش مثلا الطلبات اللي طلبوها من خلال خلال من من الشركه الشهر اللي فات فطالما انا بدي اشوف بدي مش اعمل رايت بس بدي اعمل ريد فما فيش داعي اني اعمل ريد على البرايمري داتابيس السيستم هذا كله عباره عن هذا السيستم كله هذا عباره عن بالنسبه لليوزر هذا كله سيستم داتابيس سيستم داتابيس سيرفر سيستم بالنسبه لليوزر كله هذا زي هيك بس هو اليوزر بيعرفش انه السيرفرز الداتابيس سيرفر سيستم هذا مقسم على تيرز مقسم طبقات مقسم اكثر من اكثر من سيستم قدام ريد رايت او قدام قدام اللي هو البرودكشن ابلكيشن ديلي ابلكيشن بعمل انا على هذا السيرفر هذا الداتابيس سيرفر بعمل مثلا انا ريد اونلي بس للريبورت اناليسز بعمل على هذا السيستم تمام الداتا وهذه هذه الداتا موزعه على هاي الداتابيز موزعه على الداتابيز على شكل تيرز على شكل اي تمام مثلا هاي مثلا هذه الريجن اي منطقه جغرافيه A في عندنا افيلابيلتي زون هذا مبنى معين هان مثلا هذه تكون في مبنى ثاني افيلابيلتي زون B مبنى ثاني وهذه افيلابيلتي زون سي موجوده في مبنى ثالث مثلا عندنا كمان احنا الريجن بي منطقه جغرافيه تانية بعيد عن عنهم برضو في عندنا مكان او في عندنا داتابيز سيستم هذه database موجود وفي بينها وبين البرايمري بينها وبين البرايمري داتابيز في بينها وبينها بينهم اللي هو ريبليكيشن عشان نقدر نعمل مثلا اللي هو ريد اكسس ابلكيشن يعني شخص موجود في مكان تاني مش لازم انا اعمل اكسس على primary داتابيز او اعمل اكسس على داتابيز الموجوده في منطقه جغرافيه مش عندي فكل هذا يعتبر ك داتابيز سيستم كل هذا عباره عن داتابيز سيستم مقسم ل مقسم ل او مقسم ل لايرز تمام طبعا آه هذا موضوع اللي هو اللي هو Inter Array Storage Tiering البيانات بتنتقل باستخدام اللي هو عن طريق اللي هو Replication في عندنا Synchronized Replication Asynchronized Replication باستخدام من خلال اللي هو Primary Storage وال Secondary Storage وتكلمنا عن اللي هو Automated Storage Tiering اللي هو intra-array Intra Array نقل البيانات من مكان لآخر على حسب حسب اللي هو باراميترز انت ممكن تحددها بوليسيز انت تحددها اه، تحدد فيها هل هذه هوت داتا او هذه كولد داتا او هذه مثلا كريتيكال داتا ولا لا وتحطها في الابروبريت ستورج بليس كمان طبعا اليوزرز نفسه بكونش عارف كل التفاصيل هذه اليوزرز نفسه عنده عباره عن ستورج سبيس هذه كلها بالنسبه له الستورج سبيس هذه كلها بالنسبة له جزء واحد وهو بحط بياناته مثلا بخزن البيانات وخلص ممكن هو بياناته نفسها بياناته نفسها مثلا هذه انتقلت من مكان لمكان طبعا في اجرينت بينه وبين الشركة مثلا هو اذا هو بقول لك انا عندي كريتيكال ابلكيشن انا بدي بدي استخدم مثلا انا زي هذا مثلا بدي استخدم الفريكونت اكسس تير الفريكونت اكسس تير اذا اليوزر بده يستخدم هذه ممكن تعطي له اياها وكل شيء بسعره ولكن انت كاورجنايزيشن كشركه بدك انت تخزن البيانات وتستخدم استخدام امثل للريسورسز واستخدام امثل تو اوبتمايز ذا كوست انت لازم تعمل اللي هو الستورج تيرنج ولازم تعمل اللي هو الريلوكيت للداتا تمام هذا بكون وصلنا لنهايه هاي هذا الشابتر او هاي الموضوع اللي اتكلمنا فيه عن الكمبيوتر فيرجواليزيشن والاستورج فيرجواليزيشن اتمنى ان يكون الدرس واضح ومفهوم ونتمنى التوفيق والسلامه للجميع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته